إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى الإخوان أنكم تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. مرحبا بكم في قناة إلكترونيات سيمو. اليوم الإخوان عندنا هذا السخان الكهربائي أو لا شوفاج. المشكل اللي كاين فيه إخواني هو تركبوا البريز تيدور ولكن الفنتيلاتور تلقوا بأن الفرفرة تدور ولكن السخونية ما كناش لا في برومي دوغري ولا في دوزيام دوغري. انتما كيف ما كتلاحظوا اخواني انا غادي نحاول انني نخدمو. انتما لاحظوا هو تيدور خدام ولكن واخا تنغير هنا ما كاينش الحراره ما كتطلعش. اذا خليكم معايا اخواني اليوم غادي نفتحوه غنشوفوا المكونات منين كيتكون كيفاش كيخدم ونشوفوا العطب فين كاين وعلاش لا حتى الطريقه ديال الاصلاح إخواني. إذن كيف ما قلت لكم إخواني المشكلة عندنا كاين في هذا السخان الكهربائي يعني الشوفاج المنزلي. المشكل اللي كاين فيه تيدور ولكن السخونيه ما كايناش يعني تعطينا غير البروديه. غنشوفوا المشكل فين كاين. اذا كل ما تنقوموا به اخواني غادي نحلوا هنا لي فيس ديالو. عندنا لي فيس اللي هما فيليبس غادي نقوموا بالفتح ديالهم ومن بعد غادي نشوفوا اخواني شنو هي المكونات باش كيتكون. إذا تنحلو هاد ليفيس هادو عندو 8 ديال ليفيس كلهم نوع فيليبس. علينا هاد الفيس هو اللي باقي اخواني وغادي نشوفو شنو هي المكونات ديالو مناش كيتكون اخوان. اذا هانتوما كتشوفو اخواني يعني المكونات ديال هاد الشوفاج من هنا تتكون. اذا غادي نحيد اخواني ثم كذلك يعني الانسان باش ما يتاتاكاش لا قدر الله بالكهرباء. اذا المكونات اللي تلقاو اخوان اول ما تيدخل الكابل داليمونطاسيون اللي هو هذا تلقاو ان بيتي راكوردون هنا يعني فازو نوتر تنمشيو مباشره فين كيمشيو تيمشيو اللي تنقولوا هنا الترموستا ديالو. الترموستا تسمعوا الكليك ديالها اخواني يعني من هنا يعني من هنا اول مره تيدخل الفاز ها هو تيدخل اللي عنده لو روج ديالو اللون الاحمر ديالو تيخرج فين تيمشي تيمشي لهاد الكوميتاتور. هادشي كله خدام اخواني. حنا غادي نشوفو غير واش الضو كاين يعني واش الضو تيوصل الموتور. حنا عارفين بان الضو راه تيوصل له لان تيدور. غنشوفو غير لي ريزيستونس ديالنا واش راهم كاينين في حاله جيده واش المشكل مطروح في شي بارتي هنا ديال السيكوريتي واش الكوميتاتور تيخرج ولا ما تيخرجش. اذا كل ما غادي نستعملوا اخواني غادي نستعملوا اباراي ميتريكس ديالنا لو مود كونتينيتي هكا غادي نشوفوا الترموستا راه ديجا حنا عارفين بانها كدوز لان علاش لان اصلا الموتور راه تيدور. انتما كتسمعوا الصونيط يعني راه الخيط دايز. من بعد اخواني غادي نشوفوا الكوميتاتور من بعد منه اخواني كما قلت لكم تلقاو الكوميتاتور.
حنا غادي ناخذو وغادي نشوفو الكوميتاتور. حنا عارفين بان في الليطه الاولى الكوميتاتور راه تيخرج لينا تيخرج لينا الموتور. دونك ما غاديش بلا سي با لا بين باش نفيريفيو لونتري الموتور. حنا غادي نفيريفيو اخواني غير واش لي ريزيستونس تيخرج ليهم الضوء ولا لا. إذن هانتوما كتشوفو هاهي خارجة الأولى والثانية كذلك إخواني هاهي راها خارجة هاهما خارجين بجوج إخوان. إذن المشكل منطرحش عندنا في الكوميتاتور مكاينش عندنا. دونك المشكل فين كاين غادي نلقاو هنا أو نيفو ديال لي ريزيستونس. إذن كل ما علينا إخواني هو غادي نحيدو نحاولو نحيدو هاد الفونتيلاتور هانتو شوية كما كتشوفوا اخواني من المكونات اللي كاينه. كاين عندنا هنا لا ريزيستونس نيميرو 1 هي هذه ولا ريزيستونس نيميرو 2 هي اللي كاينه في لاريير من موراها. وكاين عندنا هذا هذا الموتور اللي هو صغير. ملاحظه كاينه اخواني هو انتم لاحظوا معايا هنا او نيفو ديال لونطري ديال لي ريزيستونس كاين عندنا هنا واحد واحد فيزيبل ها هو هو هذا اون بروتيكسيون ديرينها على حساب لي ريزيستونس. اذا كل ما علينا هنا كاين عندنا واحد الكونجونكتور لي جونكتور تيبان لي هو راه الكونجونكتور راه تيبان مزيان بان ندوز مزيان غير انما هنا هذا من الضروري اننا نقلبوه اخواني ونقلبوا هاد هاد البتي فيزيبل ونشوفوا واش راه خدام مازال تيدوز او لا راه ضايع. اذا عندو دو بين نديرو صوند هنا او صوند هنا. انتم لاحظوا معايا اخواني هاد هاد الفيزيبل هذا هو ما تيعطيش يعني راه قاطع. كنشوفوا هاد الكونجونكتور ديجونكتور هو تيدوز انما هاد الفيزيبل لو بتي فيزيبل هذا هذا راه ما خدامش. اذا تتبقى الحاله اخواني الا كاين عندنا يعني ضروري غنحاول نقرب لكم باش تشوفوا اخواني مزيان هو هذا بالضبط وهذا إذن تتبقى يعني الحالة إلا كاين عندنا كيفاش غادي نديرو نبدلوه راه حنا غادي نبدلوه ما كاينش. لاحظوا بأنه هما دايرين هنا واحد البين واحد البين برونشمون يعني إلا كانت عندنا إمكانية أننا نبدلوه تنبدلوه ما كانش عندنا إخواني إمكانية أش نديرو غادي نحاولو أننا نديبرونشيو هاد لاباط هادي أنا حيدتها هاد لاباط هادي نحاولو نحيدوها من الدخلة. انا حيدتها نحاولو نحيدوها من الدخله ديال الفيزيبل وغادي نديروها في لاباط الثانيه اللي من الجهه التحتانيه هي الخرجه ديال الفيزيبل بحال الا حنا ريدوينا داك الفيزيبل ما بقاش خدام بتاتا. نتمنى اخواني انني نكون يعني تكونوا متبعين معايا هاد الامور هادي وحده وحده وتمكنوا ان شاء الله انكم يعني تقوموا بالصيانه ديال هذا الشوفاج ديالكم بوحدكم. اذا ها انتم كتشوفوا اخواني يعني كل ما قمت به انا هو انني ركبت هاد لابين هادي في الجهه التحتانيه. دابا كل ما عليا اخواني هو انني غادي نجيب لونطري ديال البريز باش نعرف بان هاد العمليه اللي درت واش راها صحيحه ولا ما صحيحاش. غادي نجيب غير هنا وغادي نعبر لا كونتينيتي ما بين هاد لي دو تات ديال البريز ونشوف هو دابا في هاد الحاله هادي انا طافي على باريمتريكس ديالي كتعطيني بان كلشي مقطوع الدارة مفتوحة. تندوز الليطة الأولى خدمت الموتور هنا تعطيني لا ريزيستونس ديال الموتور من بعد منو إخواني ها لا ريزيستونس 1 وها لا ريزيستونس 2
دونك الامور ان شاء الله غادي تكون مزيانه. ما بقى لي اخواني شنو غادي ندير الا انني غادي نرجع الفونتيلاتور للمكان ديالها. هذا الموتور هذا ما محتاج منا اننا لا نيطويوه ولا نغريسيوه لان راه مازال نقي وفي حاله جيده. غادي نرجع الفونتيلاتور ديالي للمكان ديالها ونعاود نرد لو كوفر هنا كيف ما كان المره الاولى هكذا اخواني. ونقوم بالتجريب ديال الشوفاج ديالي. نحطوه ليطا زيرو هكذا ونعاودو نركبو له البريز من جديد اخوان. اذا بعد ما ركبنا البريز شنو نديرو اخواني دابا خدموه. ها الفونتيلاتور هو خدام يعني غير الفونتيلاتور البرودية. غندوزو دابا ليطاب الاولى ديال لا ريزيستانس. اذا ها السخونية دابا كاينة عندي في المرحلة الاولى مزيانة وهذه في المرحلة الثانية مزيانة. اذا ها الشوفاج ديالي ولا خدام اخواني مزيان. كلشي الامور ولات مزيانة. شكرا اخواني على التتبع ديالكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.